مرحبا بكم في زنزانة الفلاور. اليوم الفيديو راح يكون عن سلايم بارت 2، بس قبل ما نبلش الفيديو لازم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، لما تضغطوا زر السبسكرايب بيطلع لكم زر الاشعارات هيك بيشعل مشان ينزل لكم كل فيديو انا بعمله لانه نزله. ويلا نبلش. امبارح نزلت لكم فيديو عمل سلايم بطريقه سهله، وهذا السلايم تبع كثير حلو. وحطيت عليه من لون زهري، بس اليوم ما راح احط لون زهري، راح اعمل اشي غير. والاغراض اللي بتحتاجوها للسلايم هي صحن ومعلقة، تحتاجوا جلو وبرشيل. وانا راح اعمل احط عليهم من هذول الجلتر، بعديها راح اختار الجلتر. هلا راح احط الجلو، احط الجلو وارجع لكم. جايز انا هاي الكمية حطيتها، بتقدر تحطوا اكتر مني او اقل مني. انا راح احط هدول بالاخير. هلا راح نحط برسيل، بس تأكدوا انه ما تحطوا كتير برسيل فانه يكون سلايم اكتر منيح. هلا راح احط البرسيل وارجع لكم. جايز انا عم بخلط بالسلايم، السلايم قرب يجهز. جايز السلايم جاهز، هيو رقيمهم هالصحن، كتير ستريتشي كتير حلو. هلا راح نحط الجلتر. جايز انا راح احط 2 جلتر، راح احط هذا وهذا. راح افتح هذا وارجع لكم. راح احط هذا احلى زي كأنه كرنشي. راح افتح الثاني وارجع لكم. راح احط شوي لانه هذا كتير حلو. اعتقد بكفي. راح اسكرها وارجع لكم. جايز طلعوا، هلا بدي اخلطهم مشان يعني نحط هاي النص مبينين. لازم احط كمان، احط كمان هلا. هلا رح اورجيكم هذاك السلايم، واكتبوا لي من الكومنتس اي سلايم عجبكم اكثر، تبع امبارح ولا تبع اليوم. هي تبع امبارح ستريتشي وبوكي ولونه حلو كتير حلو. هلا رح اورجيكم تبع اليوم، بس قبل ما اورجيكم تبع اليوم طلع. هلا تبع اليوم، هي تبع اليوم على هدول الابل، هاي ستروبري. انا عجبني تبع اليوم اكتر لانه عليه ابتل وهيك وكرنشي. وباي جايز، قلبهم احمر.